لو الحكاية فيها إن فيتو أنت ما احنا بنصلي كله هيبقى كويس كله هيبقى كويس يا خلاص جاي داعي ما راجل داعي يا جدعان ده اللي بتسيلاني بروح اغسل يوم واحد يوم هي اللي بتلبسني كاس في القراية يا خلاص جاي بقى لي بقى لي حضرتك كنت معاهم جوه الصاله بقول لك عيال وعيال عيال كنت هقوم فين بقى انا اسفه هقوم فين يا بنت اهو الصف جاي من ناحيه الحريم لو انت عايزه تعرف في صف رجاله في صف حريم الضرب جاي من ناحيه الحريم يعني كانت جوه كانت اللي في ايه كانت ايوه كانت في وسط الستات قنبله اتفجرت في وسط الستات الستات طبعا والستات معاها اولادها الاطفال صف يمين وصف شمال الصف اليمين اتضربت في القنبله وضحايا كتير كراسي وكسرت يعني. روحوا البطرسيه كل شهد عند ربنا روحوا صوروها وشوفوها القنبله عامله ايه قبل ما ينضفوا الحاله روح بعد الجمعه في